بالنسبه لمعمل الرينال سيستم او انترودكشنز تو ذا يورينري سيستمز او ذا رينال سيستمز، زي ما عرفنا ان الرينال سيستم او رينال سيستم ديفايدد انتو ابر اند لوور بارت. الابر بارت اللي هو متكون من الكيدنيز، تو كيدنيز اند تو يوريترز اون ذا رايت اند ليفت سايد، واللوور بارت ويش از متكون من اليورينري سيستم اليورينري بلادر and urethra. بالنسبة نبدو بالأبر renal system or urinary systems اللي هما الكيدنيز. We have two kidneys. الكيدنيز هنا المين excretory part هو الexcretory systems. عنا two kidneys قاعدات على level of the level بتاعهم بدية من T12 من thoracic vertebra رقم 12 لعند lumbar vertebra رقم 3 لعند الثلاثة. وحنلاحظوا ان right kidney lower than the left kidney because we have a liver above it. تمام، بداية فراغ مسير لها pushing down. الكيدنيز in general الدايمنشنز بتاعتها very important، ان length 12 سنتيمتر، الويدث بتاعها 6 سنتيمتر، والثيكنس العمق بتاعها around 3 سنتيمتر. مهم نعرفوا النورمال سايز بتاعها عشان لما يصير فيها مثلا for example obstructions يصير لها hypertrophy increased size، ولا في renal failure shrinked وتكون small size. each kidney has upper bore, lower bore, anterior surface, posterior surface, lateral border, and medial border. تمام. بالنسبه للميديال بورتر فيري امبورتنت، يعني يحتوي على الهايلوم اوف ذا كيدنيز، لان يشوفوا البلاد سبلاي والفينس درينج، يعني سو الارتيريال سبلاي والفينس درينج. ذس از ذا رينال فين اند ذا نيرينال ارتري، وهذوما خشات وطلعات من الهايلوم. وبرضه عندنا وراهم اللي هو اليوريترز والبلفيك اوف ذا بلفيك يورينري بلفس، وبدايه اليوريترز اللي هو نازل على تحت، هذوما هم الكونتنت اوف ذا هايلوم. تمام. لما بنجو ناخذ كروس سيكشنز اوف ذا كيدني ونشوفوا ستراكشرز بتاعها، هي متكونه من كبسول من برا، الطبقه اللي باللون البني which is called cortex، وبعدين يجيني المدلة، والمدلة تحتوي على البيراميدز على الاهرام. هذا ما هم الاكسكريتوري سيستمز، وير از ذا نيفرونز از بريزنت. بعد يبدا الكوليكتنج سيستم، هو عمليه التجميع لليورين. فعندي انا كاليسز، احواض تسمى ماينور كاليسز، الصغيرونات يفتحوا في مجموعه اكبر منها تسمى ميجور كاليسز، وفي النهايه بك يصبن في حوض واحد يسمى الرينال بلفس. افتر ذا رينال بلفس ستارتد الكونتينويشنز بتاعها which is called ureter. بالنسبه لليوريتر اللي هو المين فانكشن له ترانسميشن ذا يورين فروم ذا site of the formations اللي هم الكيدنيز to the site of the storage اللي هو اليورينري بلادر. اليوريتر تيوب طوله حوالي 25 سنتيمتر started from the urinal pelvis to the urinary bladder. اليوريتر in general عنده constrictors، مناطق معينة يصير في عملية تضيق، وهن مهمات في الرينال ستونز في الحصى. المكانات اللي فيهم constrictions اللي هن at the beginning at pelvic junctions، at the end وين هو بيخش في اليورينري بلادر، واخر مكان اللي هو at the pelvic brim، هو المكان اللي يصير فيه crossing by the ureter by the common iliac artery. هنا المكان اللي صار فيه crossing ان هنا يعبرن فوق بعضهم، هذا هو المكان اللي حيصير فيه الثيرد constrictor constrictions. نجو للجزئيه اللي بعدها، الجزئيه بتاعت اللور ريسباير اللور يورينري سيستمز. نمبر 1 عندنا اليورينري بلادر. اليورينري بلادر هذا هو السايت فور ذا يورين ستورج. اليورينري بلادر بيراميد ان شيب وهي فاضيه، ولما تجد مليانه حتجد اوفال ان شيب ولا راوند ان شيب. الكباسيتي بتاعها حوالي 500 مل. الشكل بتاعها بيراميد، عندها من قدام ايبكس، عندها من الباك بيز، عندها من الفوق سوبيريور سيرفيس، وعندها تو لاترال سيرفيس اور انفيرو لاترال سيرفيس على السايز. وفي نهايه الانفيرو لاترال سيرفيس وي هاف النك اللي هي قاعده على نهايه التو لاترال سيرفيس. تمام. اليورينري بلادر من جوا السيرفيس الميوكاس ممبرين بتاعها حيكون كله عباره عن رينكلز. تمام، كله عباره عن ميوكاس فولد عشان هو يستحمل عمليه الاكسبانشنز لما يبدا اليورين يتجمع فيها، اكسبت اريا معينه بسيطه جدا تسمى الترايجون. الترايجون هنا حيكون
السيرفس من جوا ما فيش الروجة ولا الرينكلز هذينا، هو عبارة عن سموث سيرفس ترايجون جاي بتوين الاوبنينج اوف ذا تو يوريترال اوريفيس والفتحة اليوريتر اوريفيس. عندنا فتحة لليوريترز في اليمين وفتحة لليوريتر في الشمال. This is the ureter's orifice، الفتحات بتاعت اليوريتر اليمين واليسار، وفي فتحة من تحت جاية على منطقة النك فوق منها اللي هي فتحة اليوريثرا. تمام؟ فبتوين الثري بوينتس هذين التو يوريترا واليوريثرا الأوريفيس هذا المنطقة تسمى ترايجون. ترايجون السيرفس بتاعه سموث لأنه هو امبريولوجيكالي ديفرنت، وفي نفس الوقت الفانكشنز بتاعه مختلفة، هو جاي على الفتحات بتاعت اليورينري بلادر. اثنين انتري اللي هم جايبات اليورين التو يوريتر، والاكزيت اللي هي فتحه اليوريثرا. بالنسبه لليوريثرا عندنا there is difference between the female and male system. بالنسبه للفيميل سيستم اليوريثرا very simple organs، هو عباره عن structures started from the neck of a bladder to the external urethral orifice، الطول بتاعها around 4 سنتيمتر. نجو للميل سيستمز، اليوريثرا هنا طولها أطول، إذا كانت هنا أربعة فهنا طولها حوالي 20 سنتيمتر، برضو started from the base of the urinary bladder في المنطقة بتاعت sorry from the neck of the urinary bladder. تمام؟ وطولها حوالي 20 سنتيمتر divided into four parts. البارت الأول intramural part والله pre-prostatic part فوق البروستاتيك gland، وجزء هذا variable in size، length بتاعه متغير، لأن إذا كان الوول empty bladder فهي thick wall، إذا كانت full bladder فحتكون thin wall، فعشان هيك في variations في ال length بتاعها فما نحسبوش فيه. بالنسبة للبروستاتيك بارت membranous part pineal part or spongy part هذين على بعضهم طولهن around 20 سنتيمتر. البروستاتيك بارت طوله حوالي 3 سنتيمتر، الممبرينس بارت اللي قاعد على البرينيال ممبرين طوله حوالي 1 سنتيمتر، والبروستاتيك بارت اور سوري السبونجي بارت اور ذا بينيال بارت طوله اراوند 16 سنتيمتر. الميل يوريثرا فانكشنز بتاعها هي ترانسميشنز تو ذا يورين اند ذا سيمن، لان هي تعتبر جزء مشترك بين اليورينري والريبرودكتيف سيستم. برضو في حاجه اسمها الموست دايليتد بارت والموست والناروست بارت والناروست بوينت. الدايليتد بارت اللي هو البروستاتيك بارت هو الموست دايليتد بارت، الناروست بارت اضيق جزء منها، وهذا نخافوا منه في الانجري في تركيبه ال تركيبة الأجهزة وفي المناظير اللي هو يسمى الممبرينس بارت، هذا الناروست بارت. في حاجة اسمها ناروست بوينت، أضيق نقطة فيها الإكسترنال يوريثرا الأورفيس هي الفتحة الخارجية اللي هي من برا الفتحة الخارجية لليوريثرا.